تحدي. انت بنيه حلوه ورقيقه وما تدري انا اذبحك واخر عني. لا تجيسي لا تجيسي. تعالي بس تعالي تعالي بس. وين رايحه؟ تعالي بس خلي عني. ايش وخر شنو هذا؟ عني شنو صاير؟ زين النشيتي زين النشيتي. هذه ذاتنا اللي قاعدنا وضافينها عندنا بالبيت ومخلينها ومعززه ومكرمه. تب ولا كلمه تب. وفوق هذا وذاك شو تقول؟ تقول انت توك شباب توك صغير كذب عمة الجكرة. خلك خلها عنك. شو سويتي؟ شو اللي قاعد تقولين عني؟ ما تصير على وجهك؟ انت قاعد تكبيتي وانا عمتك اسوي فيني كذب. انت كذب ولا كلمه؟ اصحوا لا تسوات وتسوى عشرة من لسانك. انا علمك. قومي شيلي اغراضك وطلعي من بيتي. يلا 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 روح البيت. انا بيتي تعذرك ولا تدشين هني بعد مرة ثانية. يلا يلا يا بنت سحرة. ألو هلا يبا. أنا بخير يبا. أنت شلونك؟ أنت جاي؟ إن شاء الله يبا. خلاص أنا أكلمها وأقول لها. يلا مع السلامة. منو؟ أنا يما. تعالي يما. يه 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 بخور وحركات ومسطرة العطور وتحط كحل وأشياء وش عندك يما؟ ش عندك؟ كاسكة حق أبوك. يما مو غصب حبيبتي مو راضي ليش؟ عاد أبوك يحبه. إي ما عليه متنانة يما ما عليه. يمكن مودين وسع بعدين. إي والله حركات بس يما حبيبتي ترى فديتك فاهمة الموضة غلط يعني ما يسوون كذي كلش يعني غلط يما. وشغلك كيفي؟ وين حطيتها؟ شنو؟ اكو شيء حطيتها. شنو قولي لي بس قاعد ادور عليهم. لا صبري صبري يمه. حبيبتي صبر. شنو زين شنو قولي لي بدور معاك. قهر لقيتها. شنو؟ لا حدي. لا 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 يمه من صدجك والله. لا من صدجك تحوسين تدورين شباصه؟ ما يحطون شباصه يمه غلط. لا يمه لا الله يخليك. لا يمه يما حبيبتي بفهمك شغله. ترى على فكره ابوي اتصل وقال لنا ما راح يجي اليوم. ليش؟ ما ادري. قال لنا عنده شغل وبيمدد سفرته يومين. زين كان اتصل مبكر. انا صار لي ساعه خابه نفسي واتعدل. حالتي حاله. يلا حاجه مو مشكله. اي والله خبى نفسك ولابسه كل الاساور والتراجي والاشياء وسلسلتين فوق بعض وتدور الشباب. لا يمه لحظه لحظه اسفه يمه اخر مره اخر مره يمه عافيه. يلا يلا في ناس تبوق أشياء وتحلل لنفسها وتقول خلاص هالأشياء صارت من حقها، وفي ناس تبوق من غير داعي وتقول إنها مضطرة. وفي ناس تنباق منهم أشياء وهم يا غافلين لكم الله.
ولمت هند أغراضها ولمت بعد أحزانها. ست بالقهر والظلم، ليش عمتها ما تصدقها؟ معقولة هي تحاول تاخذ زوجها منها؟ معقولة تعض الإيد اللي مدت لها؟ معقولة؟ هذه ذاتي يا أخوي اللي دخلتها ببيت وقعدتها عندنا، آخر شيء بنتك طلعت حية. إيش خولة هي شو مسوية؟ اسألها سوت جليلة الحية شيء ما ينقال يا أخوي، سوى دوي. يبا والله ما سويت شيء، هو اللي حاول. شب ولا كلمة، بعاد الأسوأ منك من أشكالك. وي وي وي، إيش صاير؟ شو السالفة؟ ترى ما فهمنا شيء، إيش في بعادل؟ أفهمك يا أخيتي، الأخ دشيت لقيتها تلصق برايلي وتب تاخذه مني، لكنه قال لي لا، طلعيها من بيتي، ما لها قاعدة عندنا، ما لف فيها الأشكال عندي. وي وي وي، وخزياء، لا خجل ولا مستحى؟ يبا كذابة. ما كذابة إلا أنتي. خولة، أكيد في غلط في الموضوع. هند بنتي تربيتي، هي مستحيل تسوي كذي. يمكن بعادل غلطان؟ لا مو غلطان، انا شفتها بعيون اللي بياكلهم الدود. وي وي وي، وش شفته؟ يقولها يعلمي. اعلمك يا اخيتي، دخلت البيت ولا الاخت قاعده تلصق برايلي تب تاخذه من عندي وتحوم حواليه وتقول له ايش تبي بعمتي؟ هذه عيوز، خليك فيني انا الصغيره. لا يبا شف، هو اللي دش علي الغرفه، هو اللي لحقنا من عدرا يدش ورانا المطبخ. اي اي، قعدي الفي افلام حبيبتي، ايش وراك انت؟ خليهم يصدقونك مالت عليك ما تستعين على وجهك. وي ما علي ما علي، انت هدي بس، ذكري الله، ما صار الا الخير ان شاء الله، ما صار الا الخير. جناب والله ما سويت شيء. لا تحلفيني، بمصدقك انا، مصدقك حبيبتي. اي بصدقها، وليش ما تصدقها؟ انت صدقت امها يوم ردت فيها حامل من برا، ما تبي الحين تصدق ها؟ شب ولا كلمه. عند بنتي تربيتي من لحمي ودمي، مستحيل اسمح لاي كان يقول غير هالكلام، فهمتي؟ يمد ايدك علي انا عشان الوسخه، يمد ايدك علي. يبا ندمان انك طقيت فاطمة؟ لا تستاهل. زين احنا الحين وين بنروح؟ والله ما ادري يا بنيتي، بهالليل وين طق بروس نروح؟ حتى ما مهلتني اخذ سويتش السيارة عشان نتصرف. الله يسامحك يا فاطمة، كذي تبهدلينا نص الليل. خوله ها بشري اتلفت بيت ابوها. انت على بالك انا ما ادري باللي يدور حولي ها؟ مفكرني قشيمه ولا مدمقه؟ خوله ايش فيك؟ عسى ما شر. اعني بدارك استحل وجهك، لاحق لي البنيه من دار لدار، لو عندنا بنت كان الحين طولها. انا يا خوله؟ انت شنو؟ انت على بالك انا ما ادري فيك ان عينك زايقه وتموت على الحريم؟ ها؟ قاعد ملاحق لي البنت من دار لدار، يا ريال استح، اركد، الشيب تارس راسك. انت غلطانه يا خوله، انت ما شفتيها وهي كانت ماسكه ايدي. انت اللي ماسك ايدها، وانت اللي قاعد تلاحقها وكل شيء، بس انا سويت روحي مصدقتك علشان احفظ كرامتي قدام اهلي واخوي، علشان باكر لا يقولون ريلك عنده سوالف وخناشير. مالت عليك من ريال. هلا ابو خالد. شافني ها؟ هلا هلا بالجار. اهلا، من ابو جاسم؟ هلا مرحبا. هلا بالجار. شلونك؟ والله الجار الطيب، شلونك انت؟ عسى ما شر، جناتك برا تسافر؟ لا الله يسلمك. الخدام بتسافر، وعد انا اتصلت على التاكسي وقاعد انا وبنيتي، تغيير جو شوي، جو حلو اليوم. متى بيجي لك تاكسي؟ ها ما ادري والله، انا توني بس متصل فيه، الحين بيوصل. اذا طول عندي تاكسي يجي لك على طول. جزاك الله خير. أي. جزاك الله مشكور، ما قصرت. حياك الله. حياك الله مشكور. من رخصتك ابو خالد. تفضل ما قصرت، جزاك الله خير.
الله يهديك بس يا فاطمة، هذه حالة. منو؟ فاطمة، فاطمة الله يسلمك، بطلي الباب. ماني مبطلة الباب، خليك بالسكة برا. فاطمة عاد ما يصير كذي، وصار لنا ساعة بالشارع، وين ننام؟ إن شاء الله الدهر كله تبقى برا، نام على الرصيف، نام تحت الشبة. فاطمة الله يسلمك، ترى فشلك قدام الجيران، والله فشلك. ومو فشلة تمد يدك علي، مالت عليك وعلى اللي وياك. فاطمة أبوي إنزين، ممكن ننام بالملحق؟ ها؟ فاطمة الملحق، الملحق. يبوه المكان يخرع كله حشرات. لا لا يا بابا، لا 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 تخافين، لا تخافين، ماكو شيء. الفرش كله مقبر قديم. أدري حبيبتي أدري، بس مو أحسن من البات بالشارع؟ للمخاد وين؟ أنا قلت حق فاطمة تجيب لنا مخاد الله يهداها، ما تراضي حتى تعطينا مخدة، شلون ننام يعني؟ يلا خلنا، ليش تسوي كذي؟ أمي قالت لي أحذف عليك المخدة. إي ما يندم، تربية فاطمة إيش تبين منه؟ نامي يبا نامي، نامي. لا تخافين أنا يمك يعني. سمعوني بنات، الواجب حل صفحة 75، السؤال الأول والثاني. أكرر، صفحة 75 الأول والثاني. ما بأي وحدة تقول لي أنا ما سمعت؟ كمي السالفة، إيش صار عقب؟ ما تتخيلين لو مت بالمرض. أنا طول الليل ملايمة، أحاتي ما أدري تحت نفيران، ما أدري تحت نفيران. واي بعدني الله يعينك على هالسالفة. بس تدرين شنو؟ أهم شيء افتكيتي من هذا الاسم أبو عهد القطيعة. شنو يعني افتكيتي؟ إذا عمتي أصلاً مو مصدقتني تخيلي. مو مهم، أهم شيء أبوك مصدقتش. وفاطمة، تدرين أن فاطمة بخور سوء، بتقعد تحكي عند عماتي وعند الناس. أصلاً هذا لا يظل آخر ليالي بالدنيا أنا ما طالعة ولا أبي. ترى ما يضحك صدق. مقهورة أنا وايد. ضحكي. خلاص السالفة وانتهت. بس تدرين شو اللي صدمني؟ امي شلون مد ايدها على فاطمه؟ شو الفائده؟ قالت مدتنا ولا ما مدنا بالملحق؟ ما ادري. شو شخصيتك؟ نجلو عقب ما ابوك شافك تبوقي لي فلوس المفروض خلاص ما تاخذين ولا فلس. ايش تبيني اسوي مليون؟ هو محتاج مسكين زياده. لا والله هو ايش فيه يتيم ولا محرول ما يقدر يشتغل ويصرف على نفسه؟ شنو اسوي يعني؟ يا ثولة صدقيني إذا أبوك شافك تبوقين مرة ثانية ولا حس إنه فقد الفلوس بسوي السالفة. أنت تحبين مشاكل؟ خلاص علي يعني أقول له إن أنا ما أقدر آخذ من أهلي لأن طاحوا علي وإن شاء الله يقدر يدبر نفسه بعد شو أسوي؟ زين نجلو أنا بقول لك شيء بس لا تطقيني. إيش فيك؟ ترى عووش وهند قدروا إن أنا كلفت صح؟ وإيش فيك لا تطقيني؟ أنا شكو بعد وهم سألوني هم حاسين في شيء وانتي خشته. انتي شنو؟ ماكو شيء أقوله ليش إلا وقالت لهم؟ والله مرتين ما راح أقولش ولا سر. يلا يلا يلا. يعني شو أسوي؟ كلوني وهم يدرون إن أنتي خاشة شيء. وهم إيش عليهم؟ إيش دراهم؟ وين ندلو عد السر أنتي معهم علي؟ يلا 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 هذا شرها علي إذا قلت لك شيء مرة ثانية بتشوفين. أقول شو عندكم قاعدين هنا تسسرون؟ شو السالفة؟ والله حبايبي أنتوا اللي بالصف قاعد تسالفون يعني ما تبون نسمعكم. أنا مستعدة أقول لكم إيش كنا قاعد نقول بس بشرط. شنو؟ أنت تقولي لنا عن آخر مغامراتك. أوه صدق؟ أما سميرة قالت لي تعالي بالفرصة ضروري أنا بروح. وإيش فيكم تخزوني كذي؟ إذا عندكم شيء كاهي نجلة روحوا لحقوا وسألوا أنا مالي شغل. ماشي. شخرها كلمة. نجلو تعال 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 تعال
تحتشين ولا شلون؟ شنو 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 ايش عندك؟ عندك زين 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 هدوا شوي هي كلفها شنو؟ وقدرنا نصيد نجلة ونعرف منها كل شيء عن فهد، وطبعا أنا استلمتها بالنصايح والزف. وطبعا كالعادة نجلة أصرت على موقفها ورفضت أن أي أحد يتدخل بالسالفة. ايش قاعد تسوي غرفتي؟ ايش قاعد اسوي؟ الباكيت والولاعة اللي بحرقك فيها الحين ما شفتك ضو، لقيتهم اللي خاشوا فوق الكبت. وشكو تفتش غرفتي؟ من سمح لك؟ ابوي سمح لي. ابوي قبل لا يسافر وصاني على البيت. ووصاك تفتش بين اغراضنا وملابسنا؟ والله لو فيها مصلحتك افتش حتى بين المخادة افتش، تحت الشرشف افتش. وين قاعدين؟ معسكر احنا؟ اي معسكر 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 اي. عاجبك عاجبك، مو عاجبك طق راسك بالطوفة. ايش فيكم؟ ليش تصرخون؟ شوف ايش لقيت. يعني خاشه فوق الكبت الحين، يعني خاشه الحين خاشه. انت ما تتوب ما تيوس يما لا تجننوني، ترى كلها سجاير، لا تخلوني مره ثانيه اشرب شيشه بنص الصاله. سوها سوها بربر شيشه بالصاله، يلا يلا سوها سوها خلينا نشوف. بس سوها خلاص بس. ابوكم اليوم راد من السفر، هو اللي بيحل المشكله. سمعت؟ اي سمعت. والحين اطلع من غرفتي وروح غرفه عائشه، روح فتشها، بعدها روح غرفه امي. تطنز انت تطنز ويا ويهك. بس انا اعلمك اليوم يجي ابوي وعلمه كل شيء، خليه قسل شراعك قسل. خلاص يا معاذ خلاص. يما بي بعد. يما احط لك بعد ليش لا؟ عليك بالعافيه. خلص اول شيء اللي بصحنك بعدين قولي بي بعد. يوعون. وانت ايش عليك؟ ماكل من صحنك هو. اكل يما عليك بالعافيه. الواحد يعني ما يرتاح وهو ياكل؟ ياكل اكل. ها بس بس خلنا ناكل. قوم شوف من بالباب. اذا ابوك وهندو لا تبطل. كسر. منو؟ خالد يبا فتش الباب، انا ابوك. امي قالت اذا انتوا الاثنين تيون ما فتش الباب. خالد يبا عيب عليك، افتح بابا افتح افتح الباب. كيفي ما راح افتش. منو؟ فاطمة فاطمة انا محمد بطل الباب. نعم. يواه نبي غدا. ماكو غدا. عفا عليك يا فاطمة، ترى احنا ما اكلنا شيء من عشاء امس. والله عاد مو مشكلتي. فاطمة ايش دعوه؟ انا زوجك وابو عيالك، زين عدينا عدينا مساكين واعطينا لقمه. يو بدينا بالطراره. خلونا انت لا تسرق العنب وطول لسانك، انا اعطيك كف على وجهك. يلا عاد بتصالح على اولادي وجدامي بعد ان شاء الله تقعدون اسبوع بدون اكل. ما نمك يلا عاد شب يلا 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 فاطمه فاطمه ابش. هندي بها انت يعانى؟ ايه يبا وايد. شو تحبين تاكلين؟ مشتهي مجبوس لحم. صدق؟ ان شاء الله اعرف مطعم يسوي مجبوس لحم على كيفك. اقول يما ما بتعطيني ابوي هندو ياكلون؟ خلص وانا اعطيهم هذا اللي ناقص. يما انتي تطلبون مطعم. لين هذه طافتني. خلود اسمع اللي بقوله بالضبط وتسوي اللي اقول لك عليه زين؟ اطول الاكل. سمعت الباب؟ يبا يلا كهو وصل الحين ان شاء الله. يا هلا وين الاكل؟ خذ الواد خلود؟ مش عارف خلود حمود حساب اربع دينار بعد؟ ان شاء الله اربع دينار اربع دينار. خلود ايش قاعد تسوي؟ امسك امسك خلود خلود ايش قاعد تسوي؟ غدانا على رويك انا تلعب في نعمة الله كذي؟ تعال تعال اراويك اراويك. غدانا لا اقول تغدين ما قصرت يا خالد.
أكيد هذه أمك اللي دزتك علينا. شناكل الحين؟ يلا نشوف شيء ينكل. أفا أحلى شيء المرقة اللي راحت. فهود ايش فيك؟ ما اقدر. امي وابوي ملاحظين. شنو شنو ملاحظين؟ ملاحظين في فلوس قاعده تنفقد من البيت. زين اوكي اوكي بحاول. ايش تبيني اقول لك؟ يعني شو تبين احاكيك؟ زين ان شاء الله من عيوني. خلاص لا تزعل. ايش فيك؟ فهود حبيبي خلاص ان شاء الله. يا ربي أنا متأكدة إني حاطتهم هني. أقول أنا ماشي، تبين شيء؟ أحمد أنا خلاص خلاص بستخف. إيش فيك عسى ما شر؟ ما أدري، كل ما أحط فلوس تختفي، كأنها طلعت لها ريول وانحاشت. أحمد أنت ما شفت ال 20 دينار اللي أنا حطتهم هني؟ إي 20 دينار. أقول قعدي قعدي أنا فهمت السالفة قعدي. خير؟ قعدي أنت خير بويج قعدي. قعدنا. قول. بس بشرط وتوعديني انك ما تسوين مشكله. احمد خلاص طيحت قلبي. قول شو السالفه. يلا حبيبتي حطي حزامك. ربطنا حسامي. علامك كانك منت مستانسه. حبيبي بسرعه خلصت سفرتنا، كنا امس تونا واصلين فرنسا. ادرين حبيبتي الاوقات الحلوه دائما تخلص بسرعه. اي بس الحين احنا رادين الكويت، يعني ما راح اقدر اشوفك على طول. حبيبتي مثل ما وعدتك. لو وصلنا الكويت بحاول اكون معاك كثر ما اقدر. بس لا تعاتي. حبيبي انا ابيك تكون معي على طول. ما ابيك تعدني دقيقة واحدة. الله. هذا كلام الاب هذا يبا ما اقدر اني. قلبي يعورني. استانس لي ضحكتي. حبيبي بنطلع من المطار مع بعض؟ لا انا معاذ ياخذني، انا تدري انه هو بعد ما يدري عن موضوع زواجنا للحين. وانا من يوصلني البيت؟ لا تحاتي لا تحاتي، انا اتصلت في اخوك وبلغت عن موعد وصول الطياره. كوثر زين زين يايا قطع بدينا الحنة. وينك يبا؟ نعم 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 الله عليك. ايش تبي؟ اشوفك كاشخة طلعين انت. ايه بروح بيت اختي، عندك مانع؟ لا ما عندي مانع، بس انا مناديش قلت ابيك تعيشين وياي، تفتحين نفسي تفتحين شهيتي للاكل. الحين مناديني كوثر وكوثر علشان تقولي تعشي معاي؟ صدق ما عندك سالفه. لا حول ولا قوه. شنو؟ تبوقنا؟ لا يبا ما تبوقنا ولا شيء، ايش فيك انت؟ انا اقول لك يبا ام رفيجتها تعبانه، مع ان انا اعطيتها مبلغ عشان تساعد رفيجتها، بس الظاهر ان ام رفيجتها تعبت مره ثانيه فاضطرت مسكين انها تاخذ فلوس، مع انها صدقين وعدتني انها ما تمد يدينها الا لما تقول لي. بنتي واعرفها قلبها طيب، تحب تساعد المساكين. هيفا مثل ما وعدتيني ما بي مشاكل. وانا تحكيت؟ قلت شيء؟ يا يبا بالهداوه بالهداوه، ايش فيك انت؟
صعدي لها فوق قعدي معاها وتفاهمي معاها وقولي ثاني مره اذا بغت شيء تطلب مني ولا منك. ان شاء الله. انا ماشي بس مثل ما وصيتك بالهداوه. ان شاء الله. يلا في امان الله. مع السلامه. علي انا هالحكي؟ عبالك انا خبله تقدرين تقصين علي مثل ما قصيتي على ابوك؟ انت شو داش علي قاعد تصرخين؟ يعني للحين ما فهمتي شيء؟ وعلي عليك وايد بريئه. بسم الله الرحمن الرحيم انا شو مسويه كليتيني بكشوري؟ بسم الله عليك يا يما. خفتي؟ طالعي العشرين. اي عشرين؟ نجلو اخبالك هذا مو علي واستهبالك. قومي طالعي العشرين احسن لك بسرعه. شوفي انا ما ادري ايش عندك هالايام وش قاعد تسوين وسالفه ام صديقتك المريضه ما تطوف علي. سمعي يا نجلو من اليوم ورايح اذا باق دينار واحد من هذا البيت لا لا مو دينار نص دينار والله لا اذبحك فاهمه؟ وي شنو هذا؟ بس هذا اليوم مات هالاسبوع والله فهد بيزعل. معاذ ينطرني برا ما بيشوفك وياي روحي ويا اخوك انت قدامه. ان شاء الله. يما انت ايش قاعد تسوين؟ يعطيك العافيه خرعتيني ايش فيك انتي؟ لا من صدق يما من صدق تو ما نور البيت الحمد لله على السلامه يا ابو معاذ. يما وين قاعدين؟ قلب البيت قاعة تشريفات؟ والله ابوك شمعة البيت يستاهل اكثر من شذي. خليتي بالونه ما تفختيها لافته ما حد يما هاي انا هالتفافيخ شايفتهم قبل لا يكون هذول ملوت عيد ميلاد مشاري ولد خالتي. اي انا قلت حق عواطف اعطيني اياهم وهي اعطتني. انا وين يا عمك شلون تسوين هالسالفه؟ والله فشله يما. لحظه شو الورده اللي حطيتها براسك؟ تسريحه جديده حلوه. منو سوي لك اياها؟ خدامتنا انيسه. قدامتنا انيسه صدق تسريحه هنود يما حرام عليك شنو هذا؟ انت لو تتشأمين وتساعديني بالتفافيق وايد احسن. شو السالفه؟ شنو صاير؟ حفله عندنا وانا ما ادري؟ اي حفله؟ امك مسوي عيد ميلاد بالبيت الظاهر. ليش بتعبي حالك المي؟ وبعدين شو الورده اللي على راسك؟ اها لا هذه ورده لقيتها طايحه بالارض كان احطها بشعري. يما منك يما منك قولي الصج هذه تسريحه جديده امك مسويتها اسمها تسريحه فلونه. ايوه انت وياه تضحكون؟ اي بس حق التطن الذهبين، يلا ساعديني اشوف. يلا ان شاء الله حاضر يما. لا لا ساعدني شو اسوي شيء انت وش انا احط هذول انا. حياكم السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله على السلامة يبا. الله يسلمك. الحمد لله على السلامة يبا. كنا وايد مستانسين ذيك الليلة. لأن أبوي رجع بعد غيبة طويلة. ومعاذ ظل ساكت ما قال حق أبوي عن صهيب والزقاير اللي دخنها حتى هو كان ولهان على أبوي وحس إنه مو وقته يزعله أو يكدر خاطره. ما تقصرين يا معاذ
الله الله شد لعش هالغزل ظاهر يوم ما راح نتعشى. لا لا العشاء ذاهب، امشي معي امشي الحين اجيب. صهيب روح نزل الجنطه العوده من سياره ابوك. ان شاء الله. يلا يبا انا اروح فوق ابدل ثيابي وياكم. يبا تبيني اغير الغناء؟ لا ايوه خلينا استاذ. بسم الله عليك يا شيخ. يبا ايش فيك؟ للحين كبدك تقلب؟ اي والله انا كنت رايح كبدي. خليني اقوم اجيب لك الزهورات عشان تريح معدتك شوي. جزاك الله خير يا والله. انا المباريات هذه اتابعها. انا ساعات اتابع الدوري العربي بس مو صافي. شفيك شفيك بعد؟ كبدي تقلب، عندي شيء عن روحة الكبد. لحظة خلنا نشوف لك هني شيء. عمى بعينك عمى، ايش هالعرف تزوح علي؟ يما ايش فيك صاير؟ يعني ما تشوفين ما تشوفين؟ زعل علي. زين هدي اعصابك ما صار شيء. لا صار، انا خلص ما بيك، روح طلقني واخرج. يما عرف يما بسم الله عليك يبا شفيني. شفيني يا يبا انا وروحي بحال نفسي ما اشوف انه موت ما اشوف انه موت هو عايلها ما اشوف انه عايلها. استغفر الله العظيم لا حول ولا قوة الا بالله. ما علي يبا ما صار شيء قوم اشرب. شايب ما تحس. تعالي تعالي حبيبتي مدام قاعدين. ما بيتش لما تبي تظلين بالملحق امشي. يلا يا باي قدامي احبي راس امك احبي راس امك. اسفه ماني امها ولو تحب ريولي بعد رد لهالبيت ماكو بالتمون قاعدين بالملحق ايش تبي؟ شنو هذا؟ هديه. الماس انت تعلين اكثر يا ام خالد. في ناس تعطي هدايا عشان تصلح غلطتها وتحل مشاكلها وترد المياه لمجاريها. هاك يبا معاذ. الله هذا سهمك. هذا الصاغ الحين. تحلك لنا يا يبا تقول كعبة. يبا شايب لي يا يبلج كل خير. شوف يبا هذا العطور اللي وصيت عليها وبعد يبلج إعجابات من الملونة اللي تحبينهم. مشكور يبا. عليك بالعافية أبوي. وانت أيوة. يا يبلك الملابس اللي وصيت عليهم. مشكور يبا تكفى بروح أجربه براتك. اليوم البس لك واحد كشخ على ربعك. وانت يا الغالية
هذا أقل من حقك أبوي. يا بعد عمري عسى عمرك طويل. وهذا إن شاء الله يعجبك بعد. لا خلا ولا عدم، كل شيء منك حلو. عسى الله يسلمك. أروح أودي جنطتكم. وفي ناس تعطي هدايا لأنها حاسة بالذنب وخايفة من زعل شريك حياتها. بس الهدايا ما تقدر تصلح كل شيء، لأن في أشياء تنكسر وصعب أنها تصلح. لو بمليون هدية حبيبي ايش فيك؟ ايش فيني؟ يعني ما تدري ايش فيني؟ خل غيري يشجني يقول ايش فيك؟ مو انت، انت ادرى تدرين باللي فيني. ما يخالف يبا، ترى امي متنرفزه ومعصبه، صدقني باكر تهدى وراح تي، انا متاكده راح تقول لك انها ما تقصد الحكي اللي قالته. خلاص يبا تكفى. زين يبا يعني ليش ما تروح تعالج برا على حساب الحكومة؟ أنت تعبان وأكيد بيوافقون. يا يبا لا علاج بالكويت ولا علاج برا يفيد. ما قوله وأنا أبوك مخلاك البيت ما خلاك الكبر. يعني أنا ما أعرف بالإجراءات، بس عادي أروح باكر الوزارة وأسأل. لا تروحين ولا تتعبين نفسك، ماكو فايدة. السالفة شربت مروقها خلاص. زين أنا بكلم واحدة من خالاتي، يكلمون أمي، أنا متأكدة إنهم يقدرون يأثرون عليها. أمك، أمك انتهى أمرها يا أيوة، خلاص. لا يبا لا تستسلم، تصرف، سو شيء، قل لها إنك بتعالج وبتصير أحسن من أول. ما أفيد معاها الكلام. حايشت اللي تدري فيه واللي ما تدري فيه، لكن ما منها فايدة. خلاص اللي ببالها بتسوي. أمي شافت لها شوفة ايش دراك انتي. واختارت أمي الصمت ولا سألت أبوي عن اللي شافته في جنطة السفر. كان أبوي نايم يمها وهي النوم بعيد عنها. بجت أمي وايد من غير صوت، ولا أدري شلون عدت ذيك الليلة عليها. الله يكون بعونك يا يمه، الله يكون بعونك. وين ماما؟ ماما غرفتنا. شنو؟ غرفتنا غرفتنا.
صوي نايمة للحين؟ مو عوايدة؟ يما؟ حصو؟ يما؟ يما الساعة 11 قومي يشفيك مو عوايدة تنامي لها الحزة؟ تعبان وي بسم الله عليك تعبانة أمس كأنك البخت ما فيك شيء أشوف بسم الله الرحمن الرحيم يما بسم الله الرحمن الرحيم إيش فيك جسمك شاب ضوء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يما تخفين ما راح تطلعين ما راح اخليك تطلعين راح اطلع راح اطلع قبل لا تطلع روحي خلاص مليت طقت كبدي يما ابوي من امس ما نام قاعد يبكي الله يخليك لا تكسرين قلبه مالي شغل فيه ما راح اقعد معاه دقيقه واحده بعد قتلك ما راح تطلعين قاعد اقول لك ما راح تطلعين مريم هدي الاغراض قاعد اقول لك ما راح اخليك تطلعين لا تخليني امد ايدي عليك من انتي طالعه بطلع بطلع كافي اللي ضاع من عمري معاه كافي سلامات سلامات معاذ عسى ما شر يبا دشيت عليها الصبح لقيتها كذي مسخنه ومولعه وشابه ضو ما تشوفين شر يا معاذ ان شاء الله فيني ولا فيك يبا انت بتطلع؟ اي ابنتي عندي شوية شغل اي يبا بس اليوم اجازة اي ما متأخر قلبي عند الوالدة اروح وارد ان شاء الله ما متأخر يلا مع السلامة مع السلامة شفيش تبجين؟ لا يما بس عيوني قاعد تب سخونة بسم الله عليك بسم الله عليك وسخنت أمي ذاك اليوم من الحرة ودمعت عينها ولا أحد فينا حس فيها ولكننا ندري أصلاً إيش فيها يا بعد عمري يا يما شنو هذا؟ عمري كوثر، أنا ما بيش طلعي من البيت. وخر عن الباب بطلع. طلع من البيت ماكو، ولا ترى؟ ولا شنو؟ بتطلقني؟ أصلاً هذا اللي أبي، أبي أتطلق. يا بنت الحلال مو هذا قصدي. أنا أقول لو مو علشاني، علشان بنتك. ايش ذنبها بنتك؟ ايش فيها بنتي؟ بنتي صارت مره يعني سنه ولا سنتين وبتتزوج وانا ايش بقعد اسوي هني؟ اشتغل لك ممرضه؟ واقعد اتحسر على عمري؟ Thank you.
عصير شربته بحياتي. ايش دعوه حبيبي هو كله عصير؟ ليش انه من يدينك مسكت؟ تسلم لي هاليدين. حبيبي اللي بغيت اسالك. خير امري؟ ما يامر عليك عدو. بغيت اسالك انت فاتحت حصه على موضوع زواجنا ولا بعد؟ ايش شبه الموضوع؟ انا امس واصل من السفر. ما بداني يبغى اتكلم وياها. اي صاج صاج. حبيبي هي فرغت الجناط؟ اي فرغتهم. لا وبشرك بعد. عواشه استانست من الاحجابات اللي اخترتيهم لها. اي زين وايد زين. حبيبي جنطتي كانت وايد ثقيله متروسه اغراض. اشو انه ما اخذوا علي وزن. حصه فرغت الجنطه؟ شوف ترى في بدل لازم توديهم المصبغه ما تغسلهم في البيت لا يختربون. لا تخافين لا تخافين. ام عاد تعرف شغلها واكيد البدل هذول بتوديهم للمصبغه وباقي الهدوم بتغسلهم عندها في البيت. يعني حصه فرغت الجنطه؟ علامك على الجنطه. لا ماكو شيء حبيبي ماكو شيء بس انا كان خاطري اغسلهم لك بيدي. لا يبا لا 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 كل شيء ولا دينك. انا ابي تظل دينك ناعمه. ايش لك بالغسال والصابون يا يبا؟ حبيبي يلا بنرخصك. حبيبي حبيبي وين رايح؟ وين رايح بعد؟ رايح البيت. ايش دعوه يا عمري؟ يعني هذا مو بيتك. ردينا يا نورة احنا مو قايلين بعد ما نقول هذا بيتي وهذا بيتهم. الله يهديك بس فتش بالحكي. يلا يبا بمان الله. معقولة درت ولا قالت شيء؟ الحمد لله والشكر. قومي درسي لك كلمتين بدل لا تكتبين كلمات الأغنية هذه اللي مديتنا فيها قطيعة. وانت شك وانا ما ابي ادرس شك وحط راسك براس انتي. طقاق. دقيق. الشرطين. التالي. يا حليلك خلصتي دراسة؟ ايش قدية هاتشي مهاج هاتشي بيها العصير. شنو اللي قعدت عليه هذا؟ حسبي الله. وانا قاعدة اقول لبني قاعد تدرس ومقطع الكتب دراسة اثرها مجلات تقصقصي صور فنانين وفنانات اللي ما تسأل ويج. وما درست خلصت فيك. متى درستي بعرف؟ دارسة. زين يمه قولي لي إذا نجحت وين بتسافريني؟ أنت درسي قبل عشان تنجحين. تنجح إن شاء الله. أنت شكو خليك في كتبك بس. زين يما تدرين يقولون سنغافورة تينن بأوروبا هناك الجوبين مو طبيعي. ماش فيها؟ يا غبية سنغافورة بأوروبا يا الظالمة. سنغافورة بشرق آسيا يا غبية. لا حبيبتي أنا متأكدة سنغافورة بأوروبا. كيفنا؟ غيرنا الخرائط شلنا سنغافورة حطيناها في اوروبا. انت ايش عليك بالله؟ يا مو بس سنغافورة بوديك حتى ايطاليا. الله يما انا بس نجحي. زين بشوف برج ايفل هناك بايطاليا بعد. برج ايفل فرنسا يا غبيه يا غبيه. الصدقين راح بدرسك حق امتحان الجغرافيا لان غبائك خارق. سمعي عاد ما غبي الا انتي فهمتي؟ وعاد سعد لا تغلطين على البنيه وانا قاعده بعد هذا اشكره. أمانة خالتي سنغافورة بأوروبا قلتش كيف نحن غيرنا الخرائط. انتي شكو بأوروبا بأوروبا هي؟ ايه اوكي انتي شبقرة. لا بعدين. ما ماكو غير شبقرة عاد يا حمارة ما تستحين. لا تقولين حمارة هاي انتي لا تقعد اقوي لا تقعدين تقولين بس عاد انت وياها وانا قاعدة لا تقعدين تقولين حمارة روحي درسي قولي حق بنتي شبقرة ايش كبركم كذي حسبي الله عليكم بالمنات كيفي بس عاد كيفي ترى قاعد تكتب مساع كلمات الاغنية كل ساعة تعيد الاغنية مو شغلك. اي والله كيفنا تحط صور ممثلين داخل الدفتر مالها. اي انت سكتي شب 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 انت اقول لها درسي ما تدرس كيفها انت شكو انت امها شوفي قاعد تعيب علي.
بس عاد يلا وانت طالعه كتب درسه يلا لا اعطيك كف على وجهك هذا اللي ناقص يلا جعمي راسي وما زين مالت عليكم انتوا البنات الثنتين تخلصني عاد ما ادري ايش هذا ما قاعد يرد ما ادري نجلة كانت تدري ان فهد طاب خاطره منها لانها بطلت تعطيه فلوس لكن ما رضت تعترف لنفسها كبرياءها منعها تعترف ان فهد كان يستغلها وشنو فهد واحد من شباب وايد عرفتهم نجلة الله يهديك أتشوف يما لا الحمد لله ما شاء الله الحرارة نزلت أصب لك شاي يما صلى الله العلي العظيم شفيتش يما شفيتش قولي كله ساكتة وما تحكي عسى ما شر سلامتك ماكو شيء سلام تعال تعال شنو رايح تلعب كرة؟ اي وحد متأخر تبي شيء؟ سلامتك يلا تعال 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 اقعد تعال تبي خير انطر خلي ابوي بعدين روح انا اليوم شايفه ادري شايفه لا اله الا الله سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم شو الريحة الطيبة؟ شنو يبا حط بخور جديد؟ اي يبا اعجبك؟ عليك بالعافية شو تبي منه؟ الله يعافيك يبا اقول يبا تعال استريح طول لي عمرك اشرب لك استكانة شاي وابيك بسالفة ابي يبا انا مستعجل اقول يبا يوم كنت مسافر انا شفت صهيب اخوي قاعد هنا مع ربعه هذيل اصدقاء السوق يشربون سجاير يبا هي مره واخر مره ان شاء الله شنو مره واخر مره وباكيت السجاير اللي شفته بدارك صهيب يوز عن هالسوالف انت ولد الشيخ مساعد ولد الشيخ مساعد ما يدخن سمعت ان شاء الله يبا بس صدق ابوي كلنا كنا متفاجئين من اللي صار إلا أمي كانت عارفة أن بال أبوي مشغول بأشياء ثانية أشياء إحنا ما ندري عنها من الواضح أن المريض عنده آلام شديدة في المفاصل فعلا واضح من الأشعة أنه عنده التهابات شديدة جدا زين اطلب له اشعه ام ار اي على اساس نتاكد اذا في مشكله ثانيه او لا حاضر يا عمك يا دكتور كله منك انت السبب باللي صار امي وابوي طلبوا الطلاق امي هدت البيت وطلعت الحين ارتحت سويت اللي براسك مريم هدي اعصابك كل مشكله ولها حل تعالي اقعدي واخر عني لا تلمسني اي حل انت قاعد تحكي عنه اقول لك امي طلبت الطلاق وانت تقول لي حل دكتور عاد عليك وقت ثاني حياك الله هلا مريم انا ادري ان اللي صار غلط واكبر غلط بس لازم تفهمين ان امك اذا ما تركت ابوك اليوم تتركه باكر اي كله منك انت لا مو مني انا حتى لو انا ما ظهرت بحياه امك صدقيني راح تتركه عشان جاسم ولا خالد ولا فيصل ولا اي اسم مو مهم الاسماء وانت عارفه السبب ليش قصيت عليها بكلمتين فريت مخها خليتها تبيعنا كلنا عشانك انت انا ما قصيت عليها يا مريم انا صدق احب امك وناوي اتزوجها واعوضها عن كل اللي فات وانت عبالك كذي يعني سويت خير انت هدمت بيت هدمت اسره امي وابوي بيفترقون وانا اللي بضيع بينهم انت فرقت بين اثنين كانوا مرتاحين لا تكذبين على نفسك وانت تدرين ان امك ما كانت مرتاحه لا والله يعني معاك انت بتكون مرتاحه تعتبرون سعادتكم على حساب غيركم على حساب هالفقير المسكين حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل
يا صهيب، صهيب وينك؟ يلا 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 يبا، حاطين العشاء وناطرينك. يلا عاد ميت من اليوع، طافت اليوم لعبتها بكزرتها يبقولين. لا مبروك كابتن ماجد. ضحكتني. انتوا ايش فيكم؟ لازم كل ما نتجمع على العشاء تسوون سالفه ولويه، واصلا مواضعكم ما فيها معنى. انا للحين مو قادر اقتنع شلون ابوي طوف سالفه السجاير، مو راضي يدش مخي. انت ما تبي تعدي الليله على خير؟ حكي ما حكي، ما نبي ناكل واحنا نسوي مشاكل. ومش فيك؟ ايش قلتي؟ لا بالله مو طبيعيه، فيها شيء مو طبيعي. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا والله، حياك حياك. يبا الله يهداك، ليش تاخرت العشاء؟ ترى العشاء ما له طعم من غيره. يبا انا تعشيت قبلكم. اقول حصه، انا اليوم دورت بطاقه البنك وما لقيتها، احتجت لها وتوهقت. ما تدرين وينها في؟ لا ما ادري. ايبا يمكن تلقاها طايحه بجنطه السفر، دورتها بجنطه السفر. الله يكون معك حق يا ولدي. هي وينها في الجنطه؟ بالغرفه. اول ما تفتح الباب تشوفها قدام. خش اروح اشوفها. ألقاها بس. يلا. ايش فيك؟ ما لقيتي شيء؟ شبعان. يمه فيك شيء؟ حصه؟ تعالي ابيك قدام. اذا عندك شيء تبي تقوله لي، قوله قدام عيالك. احنا ما تعودنا نخش عليهم شيء. حصه تعالي الدار، ابيك شيء ضروري. حصة، انت لا تفهمين غلط، انا ريال اخاف الله، والملابس هذه لزوجتي. زوجتك؟ الكلمة هذه غريبة على ذني. قبل لما كنت اسمعها اعرف انك تقصد. أنا مصدقة إنك تقصد واحدة غيري. صلي يا داج، أنا ما سويت شيء خالف شرع الله. ودي أسألك سؤال، تجاوبني. ليش؟ شني أحتاج الوحدة صغيرة. وأنا بعد لما أخذني كنت صغيرة، أنا فتحت عيني معك وكبرت معك. ما تبين راحتي؟ طول عمرها راحتك معي.
حق الاصل. انت معاذ والعيال مكانك على الراس، وما انسى جمايلك علي. وكذي يردون الجميل. حقك علي، حقك علي يا معاذ. وعدي داشة وهن اللي طالعين. صحت واج صحت يبي يضيقن خلقي، يبي ينزعل يعني. كله ولا تزعل وعيون علي. انتي قاعدة تبكين، قولي لي ايش فيك؟ هو شو اللي يسلمك شيب؟ خليني بروحي ما ابي حاجة احد. بسم الله عليك الرحمن الرحيم. لا تبكين، لا تبكين. استغفر الله يا رب. يما لا تبكين، عفي لا تبكين. سعد ما قلت انك بتجي الليله. شنو هذا؟ ايه هذا قميص نومي امبي عيس وانا ادور عليه. نوره لا تقشمين، انت من تم تزوجه واحد عمره 20 سنه؟ القميص هذا ليش بجنطتي؟ امبي مساعد ايش فيك قاعد تصرخ علي كذي؟ تبينها تعرف اني بتزوجك عشان كذي حطيتي القميص في الجنطه. اول وتالي هي راح تعرف، بس انا اختصرت عليها المده. بتعرف بس مو بهالطريقه، بغى يوقف قلبها. ايش دعوه لهالدرجه خايفه على مشاعرها؟ كان لازم تصبرين وانا اقول لها بطريقتي الخاصه، على الاقل امهد لها السالفه. وطبعا اكيد سوت لك صيحه ودندره ما صارت ولا استوت. حصه تسوي صيحه بلاش ما عرفتيها. مساعد مساعد وين رايح؟ رايح البيت، اكيد الحين حصة حالها حاله. زدتك في حبيبي، ما دام انك جيت هني وحصة درد خلاص قاعد عندي الليلة. واخلع عن وجهي. وبس؟ هذا اللي الله قدرك عليه؟ ايش تزايل ابوك؟ ايش قاعد تسوي؟ شنو ايش قاعد اسوي؟ ما تقعدين بهالبيت ولا دقيقة. وين تبيني اروح؟ تاخذين هدومك الحين الحين وتروحين بيت خالي جاسم. تبيني عقب هالعمر هذا اهد بيتي واروح بيت اخوي؟ ها يا يما، هالمره انت اللي بتزعلين مو ابوي. انا عمري ما زعلت. هالمره بتزعلين، بتزعلين وتلعنين ابو خامسه بعد. لا عوش لا تحكين كذي عن ابوك. يما لا تجننيني، لا تجننيني، ايش فيك يما؟ عيل تقعدين كنا ما صار شيء؟ اي بقى هذا البيت اللي في القلب ما يعلم فيه الا رب العالمين.
ذيك الليلة قاعد تنطر أبوي، كان لازم أفهم منه السبب، لازم أعرف شو اللي خلاه يبيع عشرة العمر اللي بينه وبين أمي، وأنا اللي كنت أحسب أمي وأبوي مرتاحين مع بعض ولا في مثلهم اثنين، كان لازم أعرف. يبا زعلانة مني؟ وايد يبا، ترى والي زعلانة علي أكثر من أمك. تكلمي، قولي شو اللي تبي تعرفينه. يبا أنت ما تحب أمي؟ بلى أحبها وأغليها، بس أنت تدري، تعرفين أمك ما تهتم بنفسها وريحتها طباخ. تطبخ عشانك يبا، وأنت كله تقول لها أحب طباخك، أحب أكل من إيدك. صحيح، بس أنا محتاج الوحدة صغيرة حتى أعرف نفسي، وأمك كبرت. أي واحدة إذا تزوجت واحدة صغيرة ما راح تصغر. ولا شيء من اللي قاله أبوي يقنعني، ولا شيء يبرر اللي سواه في أمي، وهو عارف أن أمي حصة مسكينة ومن أهل الله، بس أنا لأ. لكل فعل ردة فعل مساوية له من القوة معاكسة له بالاتجاه، أي مثلا لو نقول صاروخ، أي مكوك فضائي يمشي بقوة. هاي لحظة شنو ايش قاعد تقولين انتي؟ لكل فعل ردة فعل شنو؟ لكل فعل ردة فعل مساوية له بالقوة معاكسة له بالاتجاه. مثال لو نقول إن صاروخ أي مكوك لحظة مو قرآن، نبي نكتب عدل أوكي؟ ما هي نظرية لازم تحفظينها كذي. يا الله، لا إله إلا الله عليك، بسم الله عليك، شفيك حبيبتي قال لك حفظي النظرية مو الأمثلة. مو إذا حفظت النظرية تصيرين عادي، بس الأمثلة يخليك يعني تاخذين علامة كاملة. واي بنات ترى أنا حدي دخت، إيش رأيكم أسوي لكم قهوة؟ إي أنا أبي. يلا سمعي، لكل فعل ردة فعل مساوية له بالقوة معاكسة له بالاتجاه. شلون مساوية وشلون معاكسة؟ ما هي لما السلام عليكم. عليكم السلام. يعطيكم العافية يبا. الله يعافيك. شدوا حيلكم، ترى احنا باخر السنة. ان شاء الله عمي، بس تكبر واللي يعافيك ادعي لنا دايما. احنا ادعي لكم دايما ان شاء الله. قولوا امين، عسى الله يوفقكم ووفق كل طالب علم. امين يا رب. يلا بالتوفيق ان شاء الله. مشكورة عمي. سمعي، انا ام مريم وابوها تطلقوا، وابوي تزوج على امي. كل هذا صار بوقت الامتحانات، وعشان هالظروف ما تأثر علينا اقترحت هند إن ندرس مع بعض كل يوم، وكانت هند تشرح لنا أي شيء مو فاهمينه. كنا نضحك شوي وندرس شوي ونشكي حق بعض همنا عقب شوي. ما هي كوبيت لحالها ماي حار، سلمى كذاب هي، انا شفتها عيني. صدق هي لك قبل ماي الحار؟ ايه هي كوبيت لحالها ماي، انا شفتها عيوني هي كذاب. ليش كم سويت كذي؟ يما ايدي ما تقورني. بسم الله بسم الله عليك. ما عليك شر ابوي، مرة ثانية ديري بالك وانت تسوين الشاي. احنا يوم شلون بكتب الامتحان عقب كم يوم؟ هذا اليمين ترى.
بس ايش سؤال؟ شو مدخلك المطبخ انتي؟ يما سوي شاي يما بعد بعرف ادرس يعني. شاي؟ لا ما شفتك تشربين شاي. امشي امشي امشي، حطي بالك مره ثانيه باي. قص علي. اخ يا ربي. ذكاء سلمى الخارق أوحى لها تصب الماي الحار على إيدها عشان ما تمتحن، لأنها كانت خايفة من السقوط. بس اللي صار إن الناظرة رفضت تأجل لها الامتحانات وخلت واحدة من المدرسات تكتب عنها، يعني سلمى تقول الجواب والمدرسة تكتب، وأكيد أجوبة سلمى كلها كانت غلط، يعني احترقت إيدها على بلاش. ما قلت لكم ذكائها خارق؟ نفس الإجابة كتبتها. الحين أنت مو توج تقولين أنا حالة غير؟ ترى أنت فصلعة وشوش فيك؟ ما أدري، أحس يعني هو نفسه بس كلمتين غلط، يمكن مختلفين عن كلمتين غلط؟ بس خلاص خلاص فكوني، لوعتوا كبدي الحين يسكتون، ما سكتوا الحين تسكتون، لو مو تبي تحجون عن الامتحان يبي الكتاب يبي 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 يسولفوا عن أي شيء ثاني. أوه عاد بس تبدين وناسة، آخر يوم ممتحن فيه. وعاد إن شاء الله ننجح. تعالوا قولوا لي وين هندو؟ هندو يعني ما تعرفينها، هذه ام قليب حبيبتي بجاب لها الورقه للحين بالامتحان. واي بس براجع ما لي شغل فيك. اي والله اي هذه عشان مو حاله عدل، ما تبينا نراجع عجوبتنا. مين قال لك عشان انت مو حاله عدل؟ انا جبت العيد. قولي انك غاشه منها؟ اي غاشه منها. انت الاثنين ساقطين. بسم الله علينا. زين خلنا نتاكد. ترى وقت المراجعة خلصت، شوف الطالبات ما في أي حد إلا أنت بالصف. أبلا بس أراجع شوي لأن أنا في أجوبة مو متأكدة. خلاص قاعدة أقول لك ما في وقت خلاص. زين أبلا بس السؤال هذا مو متأكدة منه، أنا لازم أراجع ما أعرف. وين؟ هذا السؤال أنا مو متأكدة. قاعدة أقول لك صح ما شاء الله عليك، ما ينخاف عليك كلش. زين أبلا الله يخليك، بس أراجع آخر مرة. خلاص خليك. خلاص عاد قاعدة كل شيء صح، إيش فيكي هيك؟ أبلا بس في سؤال أتأكد، لأني مو متأكدة بعد من التشكيل بتأكد. خلاص حبيبتي قاعدة أقول لك أنت شطورة وما ينخاف عليك، يلا روحي توكلي على الله. هندي يبا متى النتائج؟ باكر يبا. توفيق ان شاء الله. باكر لازم بعد تساليني باكر؟ انت ايش عليك التحلطم؟ وي سلمى يبا ايدك احسن؟ لا يبا تحرمنا للحين. اكو ناس وايد تعرض لحوادث تنجرح وبعدين تعالج. وكناس جروحها من نوع ثاني، جروح في القلب
ما حد يقدر يشوفها ولا حد يقدر يعالجها. لكن في ناس قلوبها ضعيفة ولا تتحمل الجروح العميقة. يبا نايم؟ لا بابا نايم، خليه ينام، لما يقعد ودي له ريوق. يلا. نجلاء؟ ليش ساكتة؟ مو عوايدك. مو ساكتة، قاعد اقرا قرآن. الله، ليه؟ هاي بكون ما اقدر ثاني. واي قطيعة ايش هالفال؟ قولي ان شاء الله ناجحين. اوه يا رب يا رب يا رب يا رب يا حبيبي ان شاء الله ناجحين. اقرا اقرا القران بسم الله الرحمن الرحيم الكملني. كلنا نجحنا، وطبعا هند طلعت الاولى على الدفعه، وطبعا سلمى طلعت الاخيره على الدفعه. اسفه سلمى سقطت. الله الله عشان. الله يخليها لنا لكويديرتنا. أيوة. يحرسها من كل شر. آمين. أنت لا تمتع مي صدعت راس يا أمين اللي ياخذك. قول يا أمين يعلج الضربة وانت أوريش في البيت. أنت قلبي وأفراحه. أيوة محمد ما سكتها ترى بقى نخيرها ناجحة مستانسة. خليها فرحان بعذرة ما تعد الحليم ما تسكت فرحان بنقلعك. يبا يبا ما قلعني يبا ما قلعني يبا ما قلعني يبا يما يما حسونه وينك؟ كاني يما بالمطبخ. يما هاي يما يما باركي لي باركي لي. على شنو؟ الحمد لله نجحتي. يما نجحتي. الف مبروك يا بعد قلبي. الف مبروك حبيبه قلبي. الحمد لله. انا ابيك الحين تسعدين غرفتك يا يما وتتوضين وتصلين ركعتين شكر لله. روحي ان شاء الله. يا بعد قلبي حبيبتي فديتك يما حبيبتي. الله يفرح قلبك دنيا واخره. قولي امين يا رب يا رب انك توفقها وترزقها بولد الحلال يا رب. ولقت نجل البيت فاضي، ما كان في احد يشاركها فرحه التخرج، ولا كان في أحد يقول لها مبروك يا بنيتي مبروك النجاح. علي انت ما تستحين على وجهك. انت شفيت شفيت ذبحتيني مرمرتي قلبي. كل هذا عن ابو دارج. 3 سنوات بصف واحد ما حفظتي المنهج ما حفظتي. وشلو حمار دليناه وعرفناه الطريق كان حفظ منهج عن ابو دارج 3 سنين عم بعينك.
انتي طلعتي اغبى من الحمار. عدال عليك انت يا عين شاطر، عايد السنه شكلك اصلا راح بس عادت وياها يتعايرون بعض كلش عاد. انت اللي جايب لي الشهاده اللي فيها تفوق. جايبه ما بتفوق، ما بي مكتوب امتياز، ابي نجاح. ناجح ينتقل من الصف الفلاني الى الصف الفلاني. ما تستحون على وجوهكم بس ان شاء الله يما ان شاء الله ان شاء الله. متى السنه الجايه ان شاء الله؟ ودي خاطري مره اشوف هندو شهادتها فيها شيء احمر. شنو على منو طالعين اغبيه؟ اذا هندو طالعه ذكيه على امها، انا وهي طالعين اغبيه على منو؟ عليك انت. اي جنين الحيل، اي جنين الحيل ما تستحى على وجهك. تفضلي. شنو هذا؟ هديه تخرجك. صوره امي. لا تسمعنا عنتر ابوي باون وراسه تدري عن هذه احلى هديه بالدنيا. يبا بس انت قايل لي ما عندك الا هذيك الصوره. كنت بحتفظ بهالصوره من زمان، اليوم اشوفها صبح عليها ومسي عليها. وانا قلت لك يا يبا، عمري ما حبيت وحده غير امي. انت احلى ابو بالدنيا. شكرا يبا. تدري ان هذه احلى هديه بالدنيا اصلا. تونس او نص من نجاح حبيبتي انت. الله ما يحرمني منك. تشبهني وايد. يبا ويبا انت للحين نايم؟ يبا يبا قوم، ترى انا نجحت.